اللقاء اللي جاي مذهل فعلا، لانه هيوضح لحضراتكم اهميه الانزيمات في اعلاف الدواجن. دي المركبات اللي بتحقق اعلى استفاده في الجهاز الهضمي للطائر من العلف، وطبعا العالم بيصرف مليارات الدولارات على جهود البحث والتطوير للانزيمات. اللقاء مع الدكتور سيد فتحي رئيس شركه هايبر اول، وهو بيمتلك خبره تمتد لحوالي 30 سنه، وهو وكيل لاكبر شركات الصين المنتجه للانزيمات واضافات الأعلاف، وبيتبنى مفهوم العلف الوقائي العلاجي لقطعان الدواجن. ركزوا معاه. حضرتك سنوات طويلة من العمل في صناعة الدواجن، والنهاردة حضرتك بتقدم لكل مصانع الأعلاف إضافات أعلاف هدفها رفع المناعة، ولما تناقشت مع حضرتك انت غيرت مسار تفكيري تماما في هذه الصناعة. طيب عايز أفهم بقى إيه اللي حضرتك بتقدمه، ويعني بقدم حلول برا الصندوق، وإيه الإضافات اللي بتقدمها بتتحط في العلف ترفع مناعة الطائر وتخلينا ننتج إنتاجنا بشكل كامل ونقلل السردة والنافع؟ أنا بس عايز أقول حاجة بس، وللأسف الشديد دايماً بيقولوا في مصر رافع مناعة، مفيش حاجة اسمها رافع مناعة. ما اللي نعمل إيه؟ في حاجة اسمها منشط مناعة. تمام. كلمة رافع مناعة ديت اللي بيستخدمها للأسف الشديد أساتذتنا وإخواننا في الجامعة وفي السوق، اللي يرفع المناعة هي الجرعة الثانية من اللقاح. أدي أول مفهوم صلحناه، ما فيش حاجة اسمها رفع مناعة، في حاجة اسمها منشط مناعة. اللي يرفع مناعة بس هي الجرعة التانية من اللقاح. الكلمة التانية الخاطئة اللي بتقال في مصر، وده أنا كنت في شركة عالمية وأمرت بإعدام آلاف من البروشورز بيكتبوا مناعة بكتيرية. ليس هناك مناعة بكتيرية، في مقاومة بكتيرية. البكتيريا ليس لها جهاز مناعي. فبنقول في مصر يا أخوانا علموا الناس صح عشان يقدروا يقرأ المفهوم صح ويعلم الناس صح. إحنا عندنا إيه مشكلة مصر؟ الخامات يا دكتور، خامات غالية جداً، بتغلي تمن علف جداً، الفرخة بتطلع غالية جداً. عشان انت بتستهلك كمية علف انت مش محتاجها. طب نعمل ايه؟ تقول ازاي؟ النهاردة بربي في مصر من 1.2 مليار كتكوت لمليار و400 مليون كتكوت. ده صحيح. بطلع عدي فراخ 950 مليون. انا بيموت عندي ما يقرب من 300 مليون، فانت مات عندك 350 مليون اكلتهم علف، والدوله كانت بتقول لك اموت في الشارع. صحيح. يبقى انت النهارده انت عايز تحل ازمه الاعلاف، انك تربي الكميه الصح، العدد الصح، تاخد عدد الفراخ اللي انت عايزه. اربي 750 مليون ازاي؟ اول حاجه تقفل فجوه مناعيه، ثاني حاجه تحافظ على الاعضاء الحيويه. تقفل الفجوه المناعيه؟ ايوه. بتنشيط المناعه؟ من اساسه انك بتعمل حاجات الفرخه ما تقعش فيها مناعيا. بمعنى من اول يوم من دخول الفرخه في قلب المزرعه تتعامل مع العلف الغذائي الوقائي العلاجي. والعلاجي وليس بوجود مضاد حيوي عشان الريزيديو، العلاجي بوجود كل حاجات ناتشرال اللي العالم كله النهارده شغال عليها. طبيعيه مش مضاد حيوي تعمل مضاد في الفرخه. احنا كنا في الصين من شهر، الصين وقفت استخدام مضاد حيوي نهائي في الدواجن، واوروبا وكل العالم يوقفها. انت النهارده بتشتغل علف غذائي وقائي علاجي. وانا اول واحد دخلت في مصر قلت يا جماعه الدنيا كلها قسمت دلوقتي الانزيمات، انزيمات علاجيه وانزيمات دوائيه. النهارده الهند كانت مطلعه انزيمات بروتيز للعلاج في الكورونا، في عندك روسغسديز للعلاج، دواء لوحده بيعمل لك بيخلي اي مضاد حيوي 8 مرات القوه بتاعته، بيخليك انت اساسا مش عارف مضاد حيوي. فانت عندك اول حاجه انك انت تفرغ مناعيه، تاني حاجه انك انت تحافظ على الاعضاء الحيويه، الحاجه الثالثه الاعضاء الحيويه اللي هي الكبد، كبد وكلى، رئه، قلب، بلين، ده كل اعضاء حيويه. تمام. الفرق بينك وبين في الصين، انت عندك 60 سنه بيجي لك ضغط وسكر وتروح متبر، هو بره 80 سنه بيجري على رجليه يلعب كوره، لان هو بيحافظ أعضاء الحيوية، بيشتغل صح على جسمه. طب تالت حاجة إيه؟ تالت حاجة إنك أنت الإصرار عندك. أنا محترم لكل اللي موجود في قلب السوق من الشركات الأوروبية بيصنعوا في الصين، وأنا معايا فواتيرهم. أنا وضيع، أنا بجيب الدولار بتاعي بيجيب لك الكيلو، على سبيل المثال إنزيم معين ب 12 دولار. الإنزيم اللي بتحطه في العلف؟ في العلف. هو ده اللي إحنا بنشتريه من بره ب 2.5 دولار، مش شبيه. لا، هو بيصنعه هناك، حط عليه الليبل بتاعه واديله اوروبا يصدره لك ب 12 دولار. انا بروح اجيبه من نفس الحله اللي بيصنع منها ب 2.5 دولار. نفس الحله؟ نفس الحله، ما هي حله التصنيع، بجيبه من نفس المكان ب 2.5 دولار. كل 1000 طن يوفر لك 10 مليون دولار، وانت هتاكل لفات من اطنان، توفر مليارات للدوله من الدولارات انك تجيب من المكان الصح اللي هو اصلا بيجيب منه الاوروبي والامريكي. هل الحلول دي هتأثر في سعر العلف اللي هو بيتحكم في 70% من سعر الفرخة؟ طبعا. ازاي؟
ان عندك النهارده، انا النهارده المربي ده انا بس وفرت النفع والسرد قللتهم جدا. المربي ده المربي مشكلته ايه؟ هو مشكلته ان هو النهارده بيدخل 10,000 فرخه بيطلع له 7 تمام، فبيحط التكلفه كله على 7 فبتدي يقول لك ايه، انا عايز اخد ربحيه من 7. طب لو طلع 9.5 احط التكلفه على 9.5 واخد ربحيه ب 9.5 صحيح، فكل هيقل. انا رب قد ايه اطلع لحم قد ايه، هو ده الهدف. لكن قاعد اقول يا دوله دولار، يا دوله جيبي لي علف، طب انا برميه في الشارع العلف ده، انا باكله ويطلع لي سرده وفيات وارميه في الشارع. يعني بالحل بتاعك ده لو الفرخه نزلت ل 55 ل 50 انا برضو عندي هامش ربح، كسبان وكسبان كويس، لان انا عندي عدد فراخ كتير جوه المزرعه. ربيت 10,000 خدت 9,500 ما خدتش 7,000. طب عمره ما اخسر. خليني اقول لك حاجه بوضوح، في شركات كتير للاعلاف بتعتمد على الخامات اللي حضرتك بتديها لها كاضافات للعلف لرفع لتنشيط المناعه. ماشي، طب هل الشركات دي المزارع بتاعتها نسبه النافع والسردة فيها 5% بالكتير؟ ولو عنده حاله مرضيه موجوده جوه الفرخه منه بيحصل وفيات، انا بخش اتدخل بمنتجات عندي خلال 12 ساعة الوفيات بتقف. عندك كم منتج يا دكتور؟ أنا حالياً في مصر أنا مسجل حوالي 200 منتج. 200 منتج؟ من 60 وكالة. وكل شركة بتاخد منتجات محددة بتدخل في التركيبة بتاعتها، مين اللي بيحدد الكلام ده؟ حضرتك ولا هم؟ حسب احتياجه. إيه؟ أنا بنصحه وهو بيقول أنا محتاج ده أحطه في العلف عندي. يعني كل شركة ليها تركيبتها الخاصة بيها؟ لا خاصة ليها وبتاخد من عندي، مش أي إنزيم الإنزيمات اللي هي محتاجاها. مش أي إنزيم بتحط، إحنا الوحيدين في مصر. لسه جينا مثلا في العالم كله ولا كيف مصر اللقاح الركومبنتافاكسين حضرتك سمعت عنه، اول فيكتور اللي هو اللقاح المحمل. احنا اول ناس في مصر عملنا الانزيم المحمل. بمعنى بيتحمل على ايه؟ يعني اكولاي مع اسبرجلس، فطري مع بكتيري، بدرجه تحمل حراره عاليه اخلي لك الانزيم جوه العلف ما بيكسرش لحد 90%. فانت بتاخد قوه علف، مش عايز اذكر اسم الشركات مش دعايه، النهارده بتبيع اضعاف ما كانت بتبيع من عندنا عشان خدت. يعني انت بتروح تفصل الانزيم بتاعك في الصين؟ بتعمله تفصيل كده عشان يجي زي ما انت عايز؟ هم مخترعين وصلوا لمرحله من العلم والتكنولوجيا في هذا المجال والفضل على فيا، فرقوا عن اوروبا وعن امريكا بمراحل. طب هجيب الكلام ده ازاي في عز الازمه اللي احنا فيها بتاعت الدولار دي؟ ما انت كده هتستورد. ما انا اصلا بجيب اللي بره، انت بتجيبه 12 دولار انا بجيبه 2.5، انا مش محتاج الدولار. احتياجاتك من الدولار بسيطه مثلا جدا، وبديك المنتج هو مش شبيه ليه. اختار العلب بتاعي ازاي؟ انصحني بقى، انا راجل هربي وعندي عنابر وعايز ابدا اخد علف بفكرك انت. بص يا فندم، انا النهارده انا بقول ايه، انا النهارده كراجل صاحب مصنع علف، استاذ التغذيه بيعمل لي تركيبه، هعرف من التركيبه ايه. كل هدف ان انا بعمل اكبر قدر من العلف باقل تكلفه لصاحب المصنع، ما بحطش في دماغي المردود على الزبون بيسموه علف تجاري. لا، انا لما الزبون عندي بياكل من عندي علف بيشوف نتيجته على الفرخه من معدل تحويل غذائي استمر معايا، من هو بيقلل وفيات عندي والفرخه بتختلف وكميه اللحم بتختلف عندي، هذول مستمر. لازم استاذ التغذيه هنا في مصر يركب العلف يوفر بيها 10% نحتاج الاعلاف، بان هو يعمل تركيبه علف غذائي وقائي علاج هيوفر 10%. انت كده 30% وفرتهم من عدم وجود وفيات وسرده، 10% وفرتهم معدل التحويل، انا عليك 40%. انت عايز ايه تاني؟ انت قلت للدوله انا مش عايز منك دولارات ليه، ان انا اجيب علف من بره. طيب انا هجيب خامات من بره ليه، عدل الانزيمات، انا بجيب لك من بره ب 2.5 دولار ابو 12، والدوله مش عايز منك غير خمس المبلغ. ما ينفعش تتدخل في الموضوع ده في الدره، تجيب لنا الدولار ب 2 دولار. ما انت الدولار كده مش عايزه. ازاي يا دكتور؟ ما احنا عايزين الدولار. ما انت هو اساس العلف الدولار. ب 40% من احتياجك وفرته. ماشي، بس هاكلهم ايه؟ ما هاكلهم دولار. هتوفر بقى الكميه اللي انت عايزها. ما انا بجيب مثلا، اكل المليار و200 مليون. غير لما اجيب اكل ال 900. بس فانت وفرت 30% من احتياجك للدولار. الدولار بقى تخش بقى نتحول الدولار البيضاء لدولار صفراء، نخش بمدخلات اخرى بتستخدم في قلب افريقيا، فانا دخلت في 60 70% من عندي محتاج للدولار.